السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم الجاسر ياسر بلوش. اليوم نقدم على التايم كارد مقطع اسم اللايك شير سبسكرايب فعل جسمة إذا ما كنت فعل. طب اليوم جماعة الخير قدم مقطع جدا، المقطع راح يتكلم عن بيبة البيرست. اليوم جماعة الخير راح تكون عندهم منافسة أو نزال شرس وخطير، راح يكون بين شجاع المتقد لاعب شهاب ضد المنجل ساحر لاعب دامر. فيا جماعة الخير راح أشوف من الأقوى فيما بينهم. فنزال أول 3-2 جو كيف فاز الشجاع المتقد في الجولة الثانية. كل مرة راح نطلق بالمنجل سحق. أول شيء 3-2 جو فاز الشجاع المتقد. اوكي فالحين سوينا 4 نزالات وتعادلوا 2-2 بين البلبلين. راح طلع الحين الشجاع المتقد اول واحد. 3-2-1 جو. جوش. اوكي ففاز المنجل الساحق. طيب يا جماعة الخير نسيت اخبركم في بداية الفيديو ان شاء الله بعد ما نخلص اللي وصل 5 نقاط هو بين كل بلوين هو الفايز، لكن راح نعكس القطع بعدين. فنزال اللي بعد 3-2-1 جو جو. في بيرست فينش، اتوقع في بيرست. ايوه في بيرست. المنجل حطه بالشجاع طبعا 1 كليك وهذا 4 كليكس اللي هو بيرست فينش ما بيرست بيرست. اوكي فاتوقع المنجل سحق واللي اخذ واللي فاز. فراح نعكس القطع الحين. اوكي فعكست القطع وصراحة الاسنان يعني قوية بشكل مو طبيعي ما راح تتصوروه. اوكي فما علي من هالكله. طبعا البلبل الاول اللي عندنا اليوم اللي هو المنجل المتقد راح يتواجه ضد شجاع الساحق. فراح نشوف من راح يكون اقوى في التعديل هذا. 3-2-1 جو جو. اتوقع ان في بيرس فينش. لا والله ما في. ففاز المنجل المتقد. اوكي فاز في نقطة واحدة. راح طلع الحين شجاع الساحق اول. 3-2-1 جو. بسرعة جاي اسرق مراضي الكف. 3-2-1 جو. اوف ضربة محترمة من المنجل. اوكي فالحين صارت النتيجة اتوقع 1-1 اذا ما خاب ظني، ولا اوكي 2-1 للمنجل للشجاع الساحق. 3-2-1 جو جو. واو رد الضربة 1 كليك 1 كليك. وات والله ابدا ما توقعته. فالمهم الجوله اللي بعد ترى اللي بعد رابع. المهم الجوله اللي بعد 3-2-1 جو جو. واو واو والله مباراه ملحميه مباراه ملحميه. شجاع 2 كليكس والمنجل 2 كليكس. شفت لما المنجل المتقد راح هني ورد مرة ثانية وضرب الشجاع ضربة. واو اوكي فراح ننقص القطع ونرجع لكم. اوكي فاشكر كل واحد دخل الفيديو وتابعه من البداية للنهاية في الاربع دقائق ونص هذه. فجماعة الخير اسف انه يعني بس تقريبا شيء 4 دقائق او قريب 5 دقائق. اوكي فهذا اللي كان عندنا، اتمنى عجبكم. نشوفكم في المقطع الجاي. وصح قبل انهي الفيديو، اول شيء اضغط على زر اللايك
وتحته على طول تحته في زر احمر اضغط عليه، هو زر اشتراك اذا عجبتك مقاطعنا. انا شنو قصدي مقاطع؟ المقاطع اللي هو يعني انا ولد عمي راح احط رابط قناتنا تحت في الوصف. انا ولد عمي طبعا فتحنا قناه مع بعض اللي هي جيمز تايم. ف جماعه الخير، اي واحد مثلا عرف قناتنا اوكي يشترك في هذه القناه، دعم لنا اوكي لنشر المزيد في ان شاء الله في القناه. وجماعه الخير احنا قلنا شيء، قناه منوعات تايم، قناتي انا وقناه ولد عمي اوكي، راح احط رابط قناه القنوات تحت في الوصف اوكي. الشيء اللي كنت بخبركم اياه انه هو ديك القناة ما راح تنزل فيها اي مقطع العاب، مقاطع الالعاب، اي واحد بيشوف مقاطع الالعاب ينزل في الوصف، راح احط في اي فيديو اوكي ننزله في قناتنا راح يكون في صندوق الوصف، هالقناة راح تكون موجودة. فاتمنى تعجبكم القناة واتمنى تعجبكم قنواتنا الثانية اللي راح نحط روابطها تحت في الوصف. فاشوفكم المقطع في شوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.